أعطت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط إشارة الانطلاق من ولاية إيليزي، وقالت بن غبريط من ولاية إيليزي أن كل الظروف مهيئة وهيئت لاجتياز المترشحين للامتحان في ظروف جد حسنة. وللمزيد ومعرفة أجواء الامتحانات بإيليزي سنحاول نربط الاتصال بموفد تلفزيون النهار الهاشمي خيراني. الهاشمي أهلا بك. مرحبا زميلتي منى، مرحبا مشاهدينا الكرام. نعم الهاشمي، إذا كيف كانت أجواء وظروف الامتحانات في ولاية إيليزي أقصى الجنوب، ومن هناك أعطت وزيرة التربية إشارة الانطلاقة؟ نعم زميلتي منى، نحن متواجدون بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد وبالضبط في ولاية إيليزي، أين أعطت السيدة نورية بن غبريط إشارة انطلاق امتحانات شهادة التعليم الابتدائي دورة 2016، وهذا بفتح أظرفة الأسئلة مع التلاميذ وتوزيعها عليهم. زميلتي منى، الأجواء كانت حسنة وجيدة، خاصة وأننا نعرف أن منطقة إيليزي صحراء شاسعة وفيها مناطق نائية كثيرة، وإبقاء التلاميذ في مدارسهم هذه السنة لاجتياز امتحانات شهادة التعليم الابتدائي سماح بمشاركة أكبر في المناطق النائية خاصة في فئة الإناث. نعم. كما يمكن إضافة زميلتي أن كل تلاميذ عبر كامل التراب الوطني هم معنيون بوجبة غداء ساخنة من تنظيم الوزارة. المترشحون ذوي الاحتياجات الخاصة ستخصص لهم مراكز خاصة كذلك. المرضى في المستشفيات عندهم مراكز داخل المستشفيات، أي أن التلميذ الذي في سريره يمكن اجتيازه للامتحان وهو في سريره. معلومة أخرى زميلتي أن المدارس الخاصة يمكنهم اجتياز الامتحانات في مدارسهم الخاصة، لكن التأطير والحراسة ستكون من المدارس العمومية. جيد.